الدكتورة ياسمين الشريف، نازلة عضو مجلس إدارة تحت السن. إن شاء الله الخطة بتاعتنا إن إحنا أول هنشوف طلبات أعضاء النادي. يعني النادي الحمد لله في مستوى كويس وكل حاجة، إن يشوف بس الحاجات اللي الأعضاء بيشتكوا منها ونكملها، ومن رأي الأعضاء كده حوالينا نشوف إيه اللي ممكن نتطوره ونطوره. وطبعا أعضاء مجلس الإدارة أكيد أكيد بيبقى ليهم رؤية تانية في تطوير النادي بتاعهم، منشآت، جناين، كل حاجة في الألعاب حتى الرياضية، ألعاب صالات بقى، كرة قدم، سباحة، أي حاجة من الحاجات ديت. فإن شاء الرحمن يعني نشوف طلبات الأعضاء كلها ونحاول نلبيها على قد ما نقدر. ومن الجانب بتاعي أنا بقى كدكتور، إن شاء الله عاوزين نعمل مجمع طبي داخل نادي الزمالك، يبقى فيه كل المجالات الطبية، نعمله مجانا للعاملين بنادي الزمالك، العمال طبعا حبايبنا أكيد، بقية العاملين في الإدارات وكده يبقى مجاني، وللأعضاء نعمله خصومات عالية جدا، يبقى النادي منشأة كاملة، مؤسسة كاملة فيها كل حاجة. يعني أنا جبت ابني بيلعب رياضة معينة، بعد الشر جرى أي حاجة لأي طفل، يلاقي على طول مجمع طبي يعرف يلجأ له، نتعاقد مع أكبر إن شاء الرحمن أكبر الدكاترة في كل المجالات،